بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم حبايبي الطلاب، طلاب جريد 6، مع حصه جديده من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري. يا رب دايما بخير يا اولاد، وان شاء الله موفقين في الساينس في كل المواد بتاعتنا. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ليسون 5 اللي هو بعنوان ديزاين مارفل ران. مارفل ران هنا، او بمعنى هنا المارفل اللي هي عارفين الكره البليه بتاعتنا اللي بنلعب بيها دي، هي ده معناها. بس عايزين نعملها بقى ايه يعني، ران كده يعني مجرى كده تتحرك ايه فيه. اسمع كده، تعال بس الاول قبل ما نبدا نشوف الاكتيفيتي الجميل او السؤالين المهمين دول. بقول لك هنا مازن هاز كاينيتيك انرجي مور ذان امير. فين مازن؟ مازن اللي فوق اللي واقف ده اللي ما بيتحركش عنده كاينيتيك انرجي اكتر من امير؟ لا طبعا رونج. امال مازن عنده ايه يا مستر؟ بوتنشال انرجي. هو اللي فوق، هو اللي ستور بوتنشال انرجي، هو اللي مخزن بوتنشال انرجي. طب يلا يا مازن انزل. لا امير نزل قبلي. طب امير عنده ايه؟ مازن has bigger amount of potential energy. اه صح كده، انت يا مازن عندك bigger amount of potential. امال الامير عنده ايه؟ kinetic energy، هو اللي بيتحرك. ماشي يا ولاد؟ يبقى الاولى رونج والثانيه رايت. يلا بقى نشوف كده، ده كده warming up، كده تسخين ليكم. بقول لك you have learned that energy can change from one form to another. لسه قايلنا في الدرس اللي فات، صح كده؟ in some cases when energy change from one form to another there is some loss. اه ركز بقى. والله يا مستر في بعض الاوقات في بعض من الطاقه بتضيع، يعني الانرجي تتحول من فورم للتاني، من شكل للتاني، بس سم لوس ايه بيحصل، في فقد. فور اكزامبل وين ا بايسكل جو داون ا سلايد، يعني لو في عجله نازله منحدر كده العجله بتاعتك، ايه اللي يحصل؟ تقول يا مستر انا مخزن بوتنشال انرجي. برافو عليك، يبقى اتس بوتنشال انرجي تشينج تو كاينيتيك. برافو عليك، العجله بتاعتي نازله بسرعه قوي اهي، من بوتنشال انرجي لمين؟ لكاينيتيك. وبعدين البايسكل بتاعتك ستوبس افتر سم تايمز بيكوز ذير از ا فريكشن بتوين تاير اوف ذا بايسكل اند رود. مستر وانا نازل فضلت امشي شويه امشي شويه كده لحد ما العجله وقفت لوحدها. طيب ده معناه ايه يا ولاد؟ هتقول له طبعا لو قال لي جيف ريزون، هتقول له بيكوز ذير از ا فريكشن بتوين تايرز اوف ذا بايسكل اند ذا رود، في احتكاك، عشان كده sum of kinetic energy change to thermal energy due to friction. ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعال، يعني البوتنشال انرجي اللي انا كنت مخزنها فوق دي، ركز كده، بالعجله بتاعتي وانا واقف كده مستني عشان انزل، وانا نازل بقى كده البوتنشال انرجي اللي انا مخزنها دي اتحولت لمين؟ لكاينيتيك، صح؟ وشويه هيت انرجي. بتوع مين الهيت انرجي دول؟ بتوع الفريكشن اللي حصل. تعال نشوف بقى كده، بيقول لك ايه؟ imagine that you have designed a marble track. انت عملت كده marble track، تراك مجرى كده للماربل، الكره البلي دي. as in the opposite picture، زي الصوره دي. ماشي تمام، ايه اللي يحصل بقى؟ if you put on the marble at the top of the track، انت حطيت الكره بتاعتك دي في القمه فوق، هي دلوقتي مخزنه ايه؟ مخزنه يا مستر potential energy. سيبها تقع بقى، اسمع، then leave it to move down to the track او the track، سيبها تقع. ايه اللي يحصل؟ هتقول لي يا مستر you will observe that the marble will not reach to the end of the track، هتفضل نازله 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 لكن مش هتوصل للنهايه طبعا، ممكن بقى يعني ايه هتلاقيها وقفت كده في النص. طب ليه؟ give reason from the opposite figure the marble will not reach to the end of the track، ما وصلتش لنهايه التراك، ليه؟ اسمع كده، خلي بالك. From the previous you would notice that at the top of the track the marble has most potential energy. حد عنده اعتراض؟ وانت فوق كان عندك the most potential energy. طيب وبعدين as the marble moved down the track the potential energy changed to، يلا اكتب، يلا هتقول ايه لو قالك complete؟ هتقول له kinetic energy. بس في جزء ايه بقى؟ اسمع كده، as the marble move along the track، وهي بتتحرك بقى على الطريق كده وهي ماشيه في التراك ده، some kinetic energy changes to thermal energy، شويه هيضيعوا كده على شكل حراره. give reason لو قال لي في الامتحان as the marble moves along the track some kinetic energy changes to thermal energy، يا ترى ليه؟ ايه اللي ضيع الكاينيتيك انرجي جزء منها على شكل ثيرمال؟ هتقول له ايه؟ due to the friction between the marble and the track، نتيجة الاحتكاك اللي ما بين الماربل والتراك ده، الطريق ده نفسه. خلي بالك كده،
المسار ده اللي انت عامله. طيب اسمع بقى كده. That decreases the speed of the marble. طبعا لما حصل بقى كده الفريكشن ده عمل ايه؟ decrease the speed of marble so it doesn't reach to the end of track. ما وصلتش لنهاية الطريق دوت او المسار ده. طبعا if you use longer marble sorry if you use larger marble لو استخدمت كورة بلية كده اكبر it will move downward faster تبقى اسرع. صح ولا لا؟ هي البلية التقيلة كبيرة زي البلية الصغيرة؟ لا. ليه؟ because it has larger mass so it gain more kinetic energy. ليه اتحركت اسرع؟ لو قال لي في الامتحان مهمة يا ولاد جدا. ليه اتحركت اسرع؟ يقول لك ايه مثلا ايه؟ the body which has larger mass it move faster through the track او slight track. التراك اللي هو المايل ده. هتقول له ايه؟ because it has larger mass so it gain more kinetic energy so it moves faster. عشان كده بتتحرك ايه يا ولاد؟ اسرع. ده كده ليسون 5. يلا ندخل بقى على ليسون نمبر 6 ونبقى خلصنا المنهج بتاعنا. ليسون 6 بنتكلم فيه عن ايه؟ properties of new material. ايه خصائص المواد الجديده؟ يعني ايه مثلا المواد الجديده دي؟ اسمع كده. people need different materials in different purposes. يعني الانسان بصفه عامه يا ولاد بيحتاج مواد مختلفه لاغراض مختلفه. كلمه different purposes يعني اغراض مختلفه. ازاي يعني؟ Every material is useful for some purposes. كل مادة أي مادة بتكون مهمة لغرض. But not for all purposes. لكن مش مهمة لكل الأغراض. يعني أنا بستخدم مثلا الهاندلز بتاعت الكوكينج بوتس لغرض معين، أنا أمسك الأواني. لكن هل ينفع أصنع منها حلل طبخ؟ لا. يبقى not for all purposes. طب الحل إيه؟ اسمع. So scientists and engineers try to choose more useful and suitable material. العلماء بقى والمهندسين بيحاولوا على قد ما يقدروا يستخدموا الايه؟ ال most useful material. يعني اكتر مواد مفيدة اللي تنفعني لكذا غرض. اسمع كده. With some useful properties such as flexibility and conducting heat. تكون عندها مثلا يا ولاد flexibility مرونة ويكون عندها توصل حرارة. To make product that people want. طيب for example الاكزامبل هو اللي هيفهم. When making يا ولاد cloth يعني احنا بنصنع القماش الاقمشه احنا اكيد هنستخدم soft ايه؟ material. We use او scientists use soft material. صح؟ انا بصنع اقمشه عشان اعمل لبس. طب when making a bicycle or car engineer can't use cloth. مش هنقدر نستخدم الملابس طبعا. طيب وبعدين؟ عشان كده scientists and engineers always work to create or improve يطوروا ويعملوا new materials for different and new purposes. يعني هو خلاص الكلام عايز يقول لك يعني ان العلماء والمهندسين بيحاولوا دايما يصنعوا لنا new materials مواد جديده for different and new purposes لاغراض مختلفه. طيب اسمع كده. Sometimes when scientists develop a new material they focus on some specific properties. انا بصنع ماده معينه فانا بحاول اركز على الميزه اللي فيها specific properties خصائص معينه فيها. That they want to develop. For example ادينا مثال يا مستر وده اشهر مثال واهم مثال. Scientists develop a smart material which is flexible fabric. يعني يا مستر بيستخدموا المواد المفيده ديت اللي هي بتكون مرنه فابريك يعني عبارة عن نسيج مرن that keep the temperature of body. ايه ده ايه ده؟ استنى براحة كده. العلماء طوروا سمارت ماتيريال مواد كده سمارت. سمارت عارفين بقى السمارت بقى اللي هي دايما كلمة سمارت دي معانا في حياتنا دلوقتي صح؟ سمارت بقى ماتيريالز بقى مواد ايه ذكية شوية سمارت. ليه يا مستر؟ خلي بالك كده which is flexible مرنة او flexible fabric يعني نسيج مرن that keeps the temperature of body بيحافظ على درجة حرارتنا. بص الولد ده لابس لبس دلوقتي يحميه في الشتاء وفي الصيف. بيسموه باسمي smart materials that are used in making smart clothes such that can ملابس. خلي بالك كده بقى بيصنعوا في صناعة ملابس ايه؟ ذكية شوية smart clothes. طيب بتعمل ايه بقى السمارت كلوز دي لو جالي في الامتحان وموجود عندنا في ملزمة المراجعة؟ What is the importance of smart clothes؟ نمبر 1 كنترول يور بودي تمبريتشر. الله جميله تحكم في درجه حراره جسمنا. نمبر 2 لايت اب ان ذا دارك يعني ممكن تديني اضاءه زي ما انتم شايفين. شايفين الولد ماشي منور في الضلمه اهو.
ايه كمان؟ keep themselves clean، بتحافظ على جسمهم ايه يا ولاد، او بتحافظ على نفسها اللي هي الملابس دي clean، keep themselves ايه clean. يبقى لو قال لي في الامتحان what is the importance of smart materials used in making smart clothes that can number one control your body temperature, light up in the dark, keep themselves clean. خلاص يا ولاد كده. طبعا هم يا بس يا ولاد بيقول لكم when scientists develop new materials هم بيطوروا مواد جديده، اكيد زي study structure of molecules، اكيد طبعا بيدرسوا المولكيولز بتاعت الماتيريالز ديت. To understand their chemical structure عشان يعرفوا تركيبها الكيميائي. That help in understanding their properties. لا تاني بالراحه. يعني هم بيصنعوا المواد ديت اللي هي new materials ديت، they study the structure of molecules. Give reason. ليه بيدرسوا ال properties بتاعت المولكيولز؟ To understand their chemical structure and help in standing their properties. خلاص يا ولاد؟ How are material created or new material created? Scientists make new materials by mixing different material together. اي مثلا هم يقعدوا يحطوا ده على ده عشان يطلعوا لنا ماده ايه؟ جديده. يبقى How are new materials created؟ هقول له ايه؟ Scientists make new materials ازاي؟ by mixing different material together. Example الستيل، عايز اعمل الصلب، الحديد الصلب. تقول لي مثلا عادي ما هو حديد. لا اسمع كده، it is made of mixture of iron حديد and other elements مع شويه معادن تانية يا ولاد زي الكروم وكده، تمام؟ يبقى اسمه ايه؟ iron with other elements. طب ايه ميزته يا مستر الستيل ده الصلب ده؟ it is strong and lasts for a long time، يعني بيكون اقوى ويقدر يعيش لفتره ايه يا ولاد؟ طويله. اديني اكزامبل تاني يا مستر، عايزين نعمل نيو ماتيريال. تعالوا نشوف الكونكريت. الكونكريت اللي هي الخرسانه عباره عن ايه؟ هي عباره عن ميكتشر اوف روك ساند اند ووتر، شويه حصى وصخور مع رمل مع ميه. كمل. It is a liquid until it dries، يعني يا مستر يعني دايما بتكون سايله كده لحد ما تنشف، بس لما نشفت، لو نشفت it becomes hard. صح، الخرسانه بقى بتاعت السقف اللي بنبنيها، اللي بيبنوا بيها اولاد، اللي بيشيلوها العمال. It is used as the base of building، اللي هي الاساس بتاعت المباني and the bridges الكباري. Because it is very strong. Give reason. Concrete used in the base of building and the bridges. ليه؟ Because it is very strong. اوكي يقول لي في الامتحان concrete is a mixture of، هتقول له ايه؟ rock, sand and water. امال steel؟ لا iron and other ايه؟ elements. In some cases the new materials are created due to chemical change. في بعض الحالات بقى ما بيكونش mixture، مش خلط، لا ممكن يكون يحصل chemical change، تغيير كيميائي. ركز معايا، دول خلط بس ما تفعلوش مع بعض، اتخلطوا مع بعض. لكن في بعض الحالات new material is created or are created due to the chemical change. When chemical change happens, the properties of a new material differ from the properties of original material. والله يا مستر بقى لما نخلط المادتين على بعض ويحصل chemical change، the new material differ from the properties of original material. For example، يلا كده ركز معايا. For example، plastic is made by chemical change of some compound in petroleum. يعني يا مستر؟ عارفين البلاستيك ده عبارة عن ايه؟ بعض مكونات البترول، تخيل، بيحصل لها chemical change. يعني بصوا كده الماتيريال، فور اكزامبل الماتيريال اللي هي البتروليوم، اللي هي الاوريجينال ماتيريال، المادة الأساسية كانت بترول. طيب المادة الجديدة بقت اسمها بلاستيك. طب ايه الصفات؟ والله انت يا بترول كنت ليكويد وبيرن ايزلي، ممكن تولع بسهولة، أما انت يا بلاستيك النيو ماتيريال هتبقى عباره عن ايه؟ tough solid، يعني صلب، صلب قوي. oven resist burning، يعني في الغالب كمان يعني ما يتحرقش. سبحان الله. بصوا بقى هنا، ركز انا سرعت شويه الريتم معلش. هنا انت بتقدر تعمل new materials بس عن طريق chemical change. يعني ايه يا مستر؟ يعني هات مثلا زيت البترول الماده الاساسيه بتاعتك ويحصل تفاعل من مكوناته يطلع لك بلاستيك. طب ايه صفاتك يا بترول زمان؟ كنت ليكويد وبيرن ايزلي، لكن البلاستيك الماده الجديده اللي طلعت لا، سوليد، فيري سوليد، تاف سوليد، يعني صلبه قويه جدا، ريزيست بيرنينج كمان.
شفتوا بقى؟ In some other cases the new materials are created by mixing materials at high temperature. ساعات بقى المادة الجديدة بتحتاج تسخين عالي جدا. بتحتاج تسخين عالي جدا. اسمع كده. For example, shrink wrap is created when we add heat to plastic to make it shrink. بالراحة كده يا مستر، خلي بالك معايا يا ولاد. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ال shrink wrap is created when we add heat to plastic. يعني انت عايز مثلا تغلف الازايز دي، هتعمل ايه؟ هتقول لي يا مستر هنحط كده، يعني البلاستيك ده هنسخنه. عارفين زي ما نيجي نغلف حاجه تلاقي الراجل بيجيب البلاستيك ويضغط عليه بحراره كده فيقفله، صح؟ when we add heat to plastic to make it shrink، مشدوده منكمشه. glasses made from mixture of sand with a small amount of other material. حتى كمان الزجاج، الزجاج هات شويه رمل مع small amount of other material such as limestone، حجر الجيري ده، حجر and soda ash اللي هي الصوديوم كربونيت، اخلطهم ببعض بس سخنهم. glasses made when the sand mixture is heated، سخنت الرمل in hot furnace في افران سخنه، so it melt and change into glass then the glass becomes hard when it cools. شفت عندنا كام طريقه يا اولاد عشان نعمل منها new materials؟ خدت بالك؟ يعني عندنا يا اولاد how we can how are new materials created، يا اما عن طريق mixing substances materials مع بعضها زي الستيل والكونكريت، يا اما عن طريق chemical change ما بينهم زي موضوع البلاستيك from petroleum oil، يا اما عن طريق اللي احنا نسخن at high temperature زي مثلا shrink wrap وزي الايه الجلاس مانيفاكتشر، صناعه مين؟ الزجاج. طيب كده خلصنا الجزء دوت record evidence. كده كل سنه وانتم طيبين، خلصنا المنهج بتاعنا بالكامل. كل التوفيق ليكم واشوفكم على خير حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.